رجال يسولف على ولد خالتي، يقول ولد خالتي وانا جالس اغير زيت سيارتي بنشر وانتظر سيارتي تخلص، يقول مره يدخل رجال يقول بس انه يستغفر من يوم دخله يستغفر، استغفر الله استغفر الله استغفر. يقول مره يقعد يقول عيني عليه انا، يقول يبتل ويجلس الموضوع اكثر من نص ساعه وهو لسانه ما وقف، استغفر الله استغفر الله. يقول يعني استغربت من الموضوع، فقال بدري وش السالفه؟ يروح الرجال ويجي وهو يستغفر. يقول مرة جي أمسكه قلت السلام عليكم، شلونك عساك طيب؟ أبو عبد الله أنا عندي سؤال بس إني فاشل أن أسألك إياه، وهو يا أخي يدور بداخلي. قال ذاك خير وش السالفة؟ قال لا بس أشوفك من يوم جيت ما أنت تستغفر ولا هو بدقيقة ولا هو بخمس دقايق، لك أكثر من نص ساعة وأنت ما وقفت استغفار، وش السالفة؟ ضحك الرجال وقال أبو عبد الله من عافية. والله إني أنا يعني قصتي طويلة لكن كانك فاضي اسمع، كانك عجل راح الله يستر عليك. قال له انا يا طويل القوة والسلام رجال متزوج وهي منها عيال وعسى الله يصلحهم ان شاء الله، وعندي وظيفة حكومية هي اللي ساترة حالي الحمد لله، يعني الوضع يرهش بعضات الاشهر. يقول حالي ما يعلم بها الا الله. يقول ابد والله مقفل مع روحي بالمجلس، يقول ولا عيالي يجون ولا احد يجين. يقول مرة حال ما يعلم بها الا الله. يقول والله انك لي حظ عند باب المجلس، بطلع اخر وادخل واقفل على ربعي. يقول صار فترة بعد تقريبا 8 اشهر وانا على هالحالة. يقول يوم انه صار بعد 8 اشهر يقول مرتي جين زوجتي قالت لي تدري وش اللي بيطلعك من هالحالة؟ يقول انا رافع راسي ناظرة، يقول اضرب بيده مصحف قالت اقرا هذا اللي بينفعك. يقول انا تقل اول مرة تقول لي هالكلمة. يقول مرة جي اناظرة مرة تحط المصحف فوق الطاولة وتطلع. يقول ابدا اناظر المصحف، يقول شوي شوي ما اخذ المصحف، يقول وافتح من يومه وانا بس اقرا من القرآن، اقرا 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 اقرا، يا الله انك تشرح صدري، اقرا اقرا. يقول لين وصلت عند الآية اللي يقول الله سبحانه وتعالى واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول الله حسيت أنه يخاطبا بهالآية، حسيت أن هالآية ذي لي، استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين. يقول ما شاء الآية دقت قلبي، يقول قلت الله يوعدنا بهالشيء إني لا استغفرت يرزقنا بذولي، والله لا استغفر. يقول استغفر استغفر وين ما أكون، وأنا واقف وأنا قاعد وأنا أمشي وأنا آكل وأنا أشرب، يقول الاستغفار دائم معي، استغفر وانا عندي يقين اني اخذ من الله وعد ان الله يبي يرزق انا بكل اللي قال لي، بكل اللي قال الله سبحانه وتعالى عندي يقين انه بيرزق. يقول واستغفر استغفر استغفر. يقول والله العظيم اني ما انا بسولف عليك ولا اذكر لك سالفه عن فلان، انا حصرتني الان برصيدي 13 مليون ريال، 13 مليون ريال الان برصيدي. يقول شوف وش كان وش خسرت وش حصل لي بعده وشوف حالي الآن، والله 13 مليون ريال اللي علقت كل أمالي بهالاستغفار، والله أوفى بوعدي.